السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة سيليا كروشيه. النهاردة الدرس الثالث في تعليم المبتدئين، هناخد غرزة النص عمود. الحصة اللي فاتت او الدرس اللي فات اخدنا غرزة الحشو، وقبلها اخدنا غرزة السلسلة، واخدنا عقدة البداية. هنبدأ النهاردة ان شاء الله نعمل عقدة البداية. وهنشتغل عدد من السلاسل، عندنا لكل غرزة زي ما قلنا ارتفاع. عندي غرزة النص عمود ارتفاعها 2 سلسلة، يبقى انا هعمل عدد من السلاسل وارتفع 2 سلسلة. دلوقتي في غرزة الحشو كنا بنرتفع 1 سلسلة، في غرزة النص عمود هنرتفع 2 سلسلة، بس انا ما بشتغلش بعدد ارتفاع الـ2 سلسلة، انا بشتغل بـ1 سلسلة بس زي الحشو. ازاي بشتغل بـ1 سلسلة؟ انا عندي لو سبت 2 سلسلة ارتفاع هيتحسبوا معايا غرزة نص عمود، وانا مش عايزة احسبهم غرزة، انا عايزة اعمل سلسلة واحدة واحسبه ارتفاع. ليه بعمل كده؟ انا دلوقتي هشتغل، لو اشتغلت وسبت 2 سلسلة واتحسبوا غرزة هيكون عندي فيه فراغات في الحروف، يعني هيبقى شكلها مش لطيف ابدا. لكن انا هشتغل زي الحشو بالظبط، هطلع ارتفاع واحدة بس واسيب واحدة والف الخيط على الابرة. طبعا احنا الحشو كنا بنسيب واحدة وبندخل على طول بالابرة من غير ما نلف ونسحب ونطلع من 2، لا النص عمود بنلف الخيط قبل ما نبدأ، قبل ما ادخل بالابرة بلف الخيط وبسيب اول غرزة هنا وبدخل في تاني غرزة كده، وهسحب الخيط واطلع. بقى معايا 3 حلقات، النص عمود بيبقى معاكي على الابرة 3 حلقات، الحشو كان معايا حلقتين بس على الابرة، كنت بسحب الخيط وبطلع من 2. دلوقتي عشان انا لفيت الخيط قبل ما ادخل، بقى معايا 3 حلقات على الابرة اهم كده، 3 حلقات، هسحب الخيط واطلع من 3 مرة واحدة، تاني هلف الخيط قبل ما ادخل، هدخل في الغرزة اللي بعدها كده وهسحب الخيط، هيتبقى معايا 3 حلقات. وانتي بتسحبي لازم تشدي الخيط لفوق كده، تدي لنفسك مساحة علشان الغرزة ما تبقاش مشدودة ومش باينة. بقى عندي 3 حلقات، هسحب واطلع من 3 مرة واحدة، وهقول لكم هفهمكم ازاي برضو موضوع الارتفاع ده، وازاي تقدري تطلعي 2 وتطلعي 1. في ناس بتشتغل بارتفاع 2 وفي ناس بتشتغل بارتفاع 1 بس، انا هشتغل بارتفاع 1 بس، لان زي ما قلت لكم انا ما بحبش الطريقه دي، وبيكون في فراغات في الحروف. لو انا بعمل كوفيه او بعمل بلوفر او بعمل اي حاجه بيبان ان في فراغات في حرف كل سطر. انا دلوقتي هلف تاني اهو وادخل في السلسله واسحب، هيتبقى معايا 3 حلقات، هسحب واطلع من 3 مرة واحدة. هكمل السطر علشان اوريكو ازاي بنشتغل تاني سطر. نلف الخيط وندخل ونسحب ونطلع من 3 مرة واحدة، هلف الخيط وادخل، يتبقى معايا 3 حلقات. لازم ادي لنفسي مساحة في الخيط كده زي ما قلنا علشان الغرزة تبقى كبيرة وكويسة، ما تبقاش لازقة كده في السلسلة وتبقى مش حلوة ومش باينة. كده خلاص فضل اخر غرزة، هنشتغل تاني سطر. ازاي بنوصل لتاني سطر؟ انا هطلع ارتفاع واحدة بس مش 2. كده خلاص عندي اول سطر تمام. تاني سطر بقى ازاي؟ بنلف الخيط الناحية التانية كده. احنا شغل الكروشيه كله اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني ناحية الشمال عفوا، انا بشتغل من اليمين للشمال كده زي انا ما كنت شغالة تمام، من هنا كده كنت شغالة كده من اليمين للشمال، دلوقتي هقلب الشغل واشتغل تاني من اليمين للشمال. هطلع ارتفاع سلسلة واحدة. طب لو انا هطلع ارتفاع سلسلتين كده، يبقى انا مش هدخل في اول غرزة وهتتحسب عندي دي اول غرزة، فانا مش عايزة كده، بيكون في فراغات. يعني انا هفترض ان انا طلعت 2 سلسلة دلوقتي، هلف الخيط وادخل في تاني غرزة مش في اول غرزة اهي، في تاني واحدة
هوريكم بس الفراغ بيبقى عامل ازاي، وهسحب وهطلع من 2. شايفين بقى الفراغات دي؟ دي انا مش حباها، يعني مش حابة الطريقة دي ابدا. هفك واشتغل بسلسلة واحدة بس، يعني انا اي غرزة بشتغلها في الكروشيه بقلل 1 سلسلة من عدد الارتفاعات. انا كده عملت سلسلة واحدة بس ارتفاع اهي، هلف الخيط وادخل في اول غرزة تقابلني اهي، هسحب واطلع واسحب واطلع من 3 مرة واحدة. وبكده انا طبعا تاني سطر بيبقى اسهل من اول سطر، بدخل زي ما اتفقنا في حرف الفي ده راس الغرزة، تمام اهو، وبسحب وبطلع من 3 مرة واحدة. تاني هدخل في حرف الفي وهسحب وهطلع من 3. لو حابين، في ناس بتشتغل بالطريقة دي زي ما قلت لكم اللي هي ارتفاع 2 سلسلة، لو حابين تشتغلوا بيها مفيش اي مشكلة. لكن لو عايزين شغل متظبط ومظبوط يعني وما يكونش فيه فراغات، هنشتغل ب1 سلسلة للنص عمود، والحشو برضو 1 سلسلة. وبكده خدنا غرزة النص عمود. ان شاء الله الدرس الجاي هناخد غرزة جديدة، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.